بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ضيف المؤسسة والصديق العزيز يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. كمسؤول حكومي ضيف العزيز، تطلعون إلى جانب مجموعات من القطاعات الحكومية بملفات ترتبط بالتشغيل، وهو مشروع يتعلق بمشروع حياة كما ورد على لسانكم، ان بروجي دو في. وكيف تنظرون وتحللون المخاطر المرتبطة بارتفاع نسبة البطالة على التماسك الاجتماعي والتفاوتات المجالية؟ وهل تملكون برامج ناجعة وحلولا جريئة؟ وكيف تقرؤون وتفسرون المؤشرات الرقمية والنوعية التي اختلف الرأي في شأنها؟ أسئلة مليحة تطرح حول الاختيارات الاقتصادية الكبرى لتجاوز أزمة أو أثار الأزمة الاقتصادية والرفع من نسبة النمو وتحفيز الاستثمار وفق المقاربة التي تبناها النموذج التنموي الجديد. أسئلة وتساؤلات حول وضعية المقاولة الصغرى في مناخ تنافسي صعب، وعلامة استفهام حول قطاع التشغيل الذاتي والمقاول الذاتي الذي عرف تراجعا مقلقا خلال الشهور القليلة الماضية. نعيش اليوم أجواء الحوار الاجتماعي في مناخ تتبعه العديد من الانتظارات الخاصة بالطبقة العاملة من قبيل الزيادة العامة في الأجور وتخفيف العبء الضريبي وإقرار القوانين الاجتماعية المهيكلة كالقانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات وقانون الشغل. نتطلع في هذا اللقاء تقديم إجابات حول الاتفاقيات المعلنة وحول أسئلة ظلت معلقة لزمن طويل حول مصير هذه المشاريع، وهل من أجندة واضحة حولها. في هذه البيئة بإنجازاتها وإكراهاتها وانتظاراتها يعيش الفاعل السياسي ويتفاعل، وفي قلب هذه الإصلاحات المهيكلة للمشهد الوطني في تجلياته المختلفة السوسيو-اقتصادية والثقافية والبيئية، في قلب ذلك أقول يتأسس سؤال مركزي: ما هو دور الفاعل الحزبي في خضم هذه التحولات؟ وهل استطاع هذا الفاعل صياغة استشراف سياسي بناء على هذه الأحداث الحالية والمحتملة؟ وما هو تحديدا دور حزب الأصالة والمعاصرة في حلته الجديدة وقيادته الجديدة وطموحه المتجدد لإعادة التفكير في بناء وصياغة مشروع طموح جريء يتجاوز الذات ليصبح مشروعا يتناغم مع مطامح الشعب، قادر باستمرار وبالشجاعة المطلوبة على الإجابة عن أسئلة اليوم، وهي كثيرة، من قبيل الالتزام والجدية والنزاهة والهوية وخدمة الصالح العام. الحزب مخاضا لا أعطيه وصفا، ولكنه بالتأكيد أعاد التفكير والتساؤل حول الوضع الحزبي ببلادنا. لأول مرة تتقلدون منصبا حكوميا في سياق مغربي خاص يتصدره مفهوم الدولة الاجتماعية. كيف تفسرون هذا المفهوم؟ وكيف تستوعبونه؟ وما هو تقييمكم لهذا المسار في أبعاده السوسيو-اقتصادية؟ وما هي التحديات في نظركم المطروحة على النخب السياسية؟ وما هي الخطوط الناظمة لبناء ذكاء جماعي قادر على تقديم الإجابات الضرورية لمتطلبات المرحلة؟ أتمنى من هذا اللقاء أن يسلط الضوء على الأسئلة التي تراودنا جميعا، وأدعوكم سيد الوزير إلى تناول الكلمة. أنا سعيد بأن أكون ضيف اليوم، وكنشكر الضيوف لأنهم حضروا بشكل وازن. ربما لأهمية المواضيع، الموضوع الأول هو الحوار الاجتماعي الذي تم إطلاقه صبيحة هذا اليوم، شحال دابا في الساعة؟ صبيحة الأمس، مع السيد رئيس الحكومة، واللي غادي يكون إن شاء الله حوار اجتماعي قوي، ونتمناو يجيب نتائج مهمة على مستوى الإصلاحات اللي كننتظروها، وعلى مستوى كذلك الأوضاع ديال الشغيلة بصفة عامة. ثانيا كان تحليل الموضوع ديال التشغيل، تم هنالك خلق 588 ألف منصب شغل، إذا العمل المأجور حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط في تقدم غير مسبوق. أحسن ما توصلنا له كان هو 140 ألف منصب شغل في الخمس سنوات الأخيرة، رغم فقدان مناصب شغل غير المؤدى عنها اللي جاينا من المجال القروي، هو تحدي، ولكن البلاد ليست في أزمة، مناصب شغل في القطاع المهيكل تخلق، ومازال خصنا نضعف الجهود، وهو ما الحكومة منكبة عليه اليوم في إطار الجيل الجديد من البرامج اللي كنديروا ديال التشغيل اللي غادي تشوف النور قريبا، والحكومه كلها. بالنسبه للمواضيع الاخرى،
كانت مواضيع مفاهيمية مهمة حول الدولة الاجتماعية في إطار المشروع المجتمعي ديال سيدنا الله ينصره، واللي تيقول فيه سيدنا أنه القضايا أو الشأن الاجتماعي هو شأن ذو أهمية بالنسبة لصاحب الجلالة كملك وكمواطن قبل كل شيء. وإحنا كأحزاب سياسية وكمسؤولين حكوميين نتنافس من أجل أحسن بلورة لهذا المشروع المجتمعي. الدولة الاجتماعية تعتمد على أربعة أشياء. أولا تعتمد على الحماية الاجتماعية، من كل شيء تكلم على واحد الدولة اجتماعية ما فيهاش حماية اجتماعية، وهي الحمد لله مرينا بالنسبة للغامض أو المتضامن إلى 4 مليون ديال الناس ومع ذوي الحقوق ديالهم راه 11 مليون في أقل من سنتين. الدولة الاجتماعية ثانيا هي العلاقات الشغلية، راه ما يمكنش دير واحد الدولة اجتماعية والناس تيتخلصوا قل من الحد الأدنى للأجور. ما يمكنش دير واحد الدولة اجتماعية في غياب العمل اللائق وهو في صميم الحوار الاجتماعي وفي الإصلاح اللي غنديروا ديال مدونة الشغل. الدولة الاجتماعية ثالثا هي الخدمات العمومية والمرافق العمومية، لأنه باش تكون دولة اجتماعية قائمة لازم أن مرافق مهمة بحال الصحة بحال التعليم تكون قائمة، ماشي فقط لأنها مرافق اجتماعية ولكن لأن لها كلفة في الحياة الشخصية ديال المواطنين كل يوم. الدولة الاجتماعية رابعا هي سياسات ديال الدعم ديال التشغيل، لأن الولوج إلى التشغيل هو اللي كيعطي المواطنات والمواطنين الإمكانية باش يكون عندهم واحد المشروع في الحياة ديالهم. إذا تطرقنا إلى هذه المواضيع وشفنا إلى أي مدى كنقدروا هذا الشيء اللي تنقول على المستوى الفكري وعلى المستوى النظري واش تطبق ولا ما تطبقش، ولقينا على أنه 10 المليار ديال الدرهم اللي تحطات في تعميم الحماية الاجتماعية سنويا، 25 مليار ديال الدرهم اللي تحطات في الدعم الاجتماعي بالفضل الرؤية ديال سيدنا الله ينصره، 27 مليار ديال الدرهم وهي الكلفة ديال الحوار الاجتماعي بدون احتساب الجولة ديال أبريل، على الأقل واحد 15 مليار ديال الدرهم غتكون في المقاصة، وزيد عليه 10 المليار ديال الدرهم أخرى في المشروع ديال السكن الاجتماعي. وهذه إلا ما كانتش هذه الدولة الاجتماعية أنا ما عرفتش فينا هي الدولة الاجتماعية. بطبيعة الحال كحكومة وكوزارة احنا مطالبين بأداء أحسن دائما خدمة للمواطنين باش نكونوا عند حسن ظن صاحب الجلالة الله ينصرو. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.